حضرات المحررين، أنا جمعتكم تعرفكم على سكرتير تحرير المجلة الجديد الأستاذ غوار الطوشي. معك أبو نظارة. أبو نظارة هو كاتب قديم وبيكتب بعدة لغات، وهلأ بترك له الكلمة له. تفضل أستاذ غوار. إخواني محرري مجلة الغربال، لدى اطلاعي على سير المجلة وجدت أن الفوضى تعم في حناياها، مما حز في نفسي، وذلك نتيجة للتقصير المتعمد من بعض الزملاء الذين لا أريد أن أذكر أسماءهم، بل إنني أنذرهم وقد أعذر من أنذر أن لا يعودوا لمثلها أبدا. فمثلا السيد أحمد المثلث مين؟ نعم. أنا سمعت أنك أنت بتقبض راتبك وبتحرر فقط عمودين بالجمعة، صح الكلام؟ صح صح صح. أنا بنص ساعة بحرر عواميد توقف عليها بناية، أبي الله يرحمه كان يصب 100 عضاضة باليوم. أوه برافو برافو برافو. شكرا شكرا. أنت شو بتحرر بالمجلة؟ صفحة القضايا الطمونية والاقتصادية. ها؟ أولا شكلك غير اقتصادي. ثانيا هات لي شوف اللي شو بتفهم انت بالاقتصاد؟ كل شيء. طيب شو بيسوى انطار الكافيار من ارضه؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ ما بيعرف شو بيسوى انطار الكافيار من ارضه، مع ان الكافيار بهم كافة ابناء الشعب. معناها يا ابني انت اكيد معين بالواسطة بهالمجلة، صح استاذ؟ صح 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 يا سيدي. جاب لي كارت واسطة من واحد صاحبي فوظفته. طبعا جاب لك كارت واسطة، شنو ما له كفء لهالوظيفة، لو كان كفء ما بيلزمك كارت الواسطة بشي، ما بنعرف امتى بدنا نخلص من كروت الواسطة هي. ثالثا يا ابني انت جيت متأخر عن الدوام اليوم ساعة ونص، فين كنت؟ كنت عامل جولة ريبورتاجية بالأسواق حسب طلب حضرة المدير. أخي تاني مرة بتجيب الأسواق لهون على المجلة بتعمل جولة فيها قدام عيني، فهمت؟ بيت أنا بيهمني الدوام قبل كل شيء. صعب شوي. لا مو صعبة، جو منفو بوكوا جو منفو جو نو سيبا باكسوكو إيسي مجلة الغربال نو اي فو Maison et après moi le deluge. Chaque jour, toujours. C'est la vie, c'est l'amour, c'est la vérité, ça ne fait rien. Frère Jaco, non, je reviens te chercher cordon bleu naturellement. Il y a beaucoup de quoi, je ne sais pas, vinoise. Brillant, brillantine, gavardine. Nous sommes masculins. Ils sont féminins. Je suis le dragon, le champignon, le crayon. Et je, 49, 43. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.